كرة من هنالك من جانب الإيفواريين ورياض ويوسف في خطا. يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري آية فرانك تدرب منتخب قطر. رياض محرز في تنفيذ المخالفة بعيدة بين أحضان الحارس. عيسى مندي يبحث عن الكرة البعيدة في اتجاه بغداد ولكن بعيدة تماما. راحت هذه مشفت الجهة اليسرى. هاي كرة كرادي لمسها رئيس واب بولحي. اول كره من ماكس جرادل بيمنى سدت كره على رئيس ضربت في القائم بعدما لمسها رئيس واب بولحي. نعم باصابع يده لمسها رئيس. لعبة رائعة من راجع. وين راجع يا رامي؟ وين راجع يا رامي؟ وين راجع يا رامي؟ وين راجع يا رامي؟ وعدلان يخرجها من هنالك الكرة البعيدة بحثا عن بغداد. راح نخرجوا النفس الأول ما تخافوش، راح نخرجوا النفس الأول. وإذا بينه وبين بغداد في انسجام وتناغم كبيرين. أنا يا يوسف يا عطال. ضرب خد بالك. اوه لا خطيرة رياض. بابا 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 عالم يا رياض عالم يا سلام. خطوات لعبة كبار يوسف ورياض. رياض يراوغ ورياض يسدد يا سلام. راحت برا خرجت يا رياض. اول فرصة واول لعبة واول توغل واول براعة من رياض بالاستناد على بلايلي وبيسرى حطها على يسار الحارس يا سلام. اوي يا 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 بغداد يلحق الكرة بغداد. بابا خطيرة. خطا يقول حكم المباراة. ما تحتاجش يا بغداد ما تحتاجش من فضلك يا بغداد. يا باكايوكو يرجع لسانجاري مرة ثانية. باكايوكو طلبها. حذري 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 حذري. يتفوق بغداد ورامي رامي رامي أرضية بغداد. خطا ضدك يا رياض يقول حكم المباراة او ضدك يا بغداد يقول حكم المباراة. يوسف يوسف يدخل يوسف يوسف. يا سيدي يا سيدي الحكم. هائلة من يوسف عطال وسفيان ورياض. بابا 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 بابا. شوف سفيان مع رياض وسفيان حتى لعطال. انطلق كسام عطال حتى من كاس افريقيا يا بني. نعم صحتك اولى من اي شيء. الكرة في الركنية المنتخب الإيفواري. لا 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 لا. أوه يا بن سبعيني يا يا بن سبعيني يا يا بن سبعيني تلابح وعطال خرج لنا. يا بن سبعيني يا يا رامي يا رامي يا رامي. إن شاء الله يكون حكم لطيف شوية يعطي لهم بطاقة صفراء كل واحد. كرة صعبة تدخل من سفيان فغولي خرج الكرة ثم من هنالك بغدال حذر يا سفان من جرادال. جرادال وراحت ركنية لقل ضربة مرمى. يلا يا رئيس. لا بعيدة سلامات. لا بعيدة سلامات من سانجاري. هذا ابراهيم لاعب نادي تولوز ارتقى فوق. ما زال وسفيان وسفيان يخرج الكرة ويستفيد من خطأ. محاربون فعلا بسماكم محاربين يعطي الصحة. لسماكم المحاربين. مباراة نحن نواجه كوت ديفوار. جمال جمال بالعكس في الركنية لصالح عناصر المنتخب الإيفواري من جرادل.
العايس ديوله بالراس اسماعيل بن ناصر فيه خطأ. نعم منك يا اسماعيل، نعم في خطأ. الكرة لصالح قبو يرسلها بعيدة تماما للأمام بالراس وسهلة لرئيس وهاب مبولحي منك ماكس جراديل. نظرتك يا رئيس وهاب مبولحي لزميلك بهذا الشكل. أوه يوسف البلايلي اختفى الكرة، يوسف راح، يوسف انطلق، يوسف يا سيد الحكم عيني خرجته من المباراة يا راني، خرجته من المباراة هذا ويلفريد صاح. ينفذ التماس، حكم ماذا قال؟ عاود التماس، ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ آية جول 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 يا ريال جول جول. با 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 ضاعت. راح النجرادل، راح النجرادل في هذه الكورة. أولى لا يا بغداد، رائع الكرة هذه ورائع التمريرة. شكون اللي أعطاك التمريرة هذه يا بغداد؟ من اللي أعطاك الكرة هذه؟ سفيان فغولي هو اللي رمى هذه الكرة. أوي 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 سفيان ولا جمال ولا ولا عن بغداد بنجاح. با 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 ضرب الجزاء، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء. ينتظر الحكم، ينتظر الحكم. ليس هناك ضربة جزاء، ليس هناك، ليس هناك ضربة جزاء. أوي 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 حتى بالإعادة وما قدرتش. آي 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 حتى أقول لكم جول، أغمضوا عيونكم وجول. لا 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 يا بغداد، لا يا بغداد، لا يا بغداد، لا يا بغداد. ليس من عادتك أن تسدد ضربات الترجيح بهذا الشكل، ليس من عادتك أن تسدد ضربات الترجيح بهذا الشكل. قلت لكم في العادة اللاعب الذي يعرقل ليس هو من ينفذ ضربة الجزاء. هذه الآن راح تشجع الإيفواريين، راح نمر بظروف صعبة في العشر دقائق اللي جاية، راح نمر بظروف صعبة لأنه يتشجعوا الإيفواريين يقول لك جاتنا فرصة. معليش يا بغداد، معليش. اسجد لله واحمد الله واستغفر الله. تبقى عزيز علينا يا بغداد مهما كان الحال. غولي بالي، غولي بالي، غولي بالي. او لا لا تاني لعبه في العمق خطيره وجمال. اوه العب يا يوسف، العب يا يوسف. توصل حتى نتنفسوا، حتى نلتقط انفاسنا، حتى نسترجع لياقتنا، حتى يوجه جمال بالماضي. يا زري سفيان، سفيان وبابا خطيره بغداد. بغداد 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 ويخطئ هنا يقول حكم المباراة لصالح دفاع المباراة. صعبة 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 صعبة. واسماعيل بن ناصر يتفوق وفيه خطأ ليوسف. يلا يا يوسف، يلا يا يوسف، يلا يا يوسف. الكرة خطيرة. اولا لا لا تسلل. اولا لا من يوسف بليلي مع رامي. يلعب انه لارجع الجهة اليمنى مع كوجا 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 جول. في وقت كنت أقول بأننا بدأنا نتنظم، نتنظم وبدأنا نتحكم في المباراة والإيفواريين تعبوا، رجع كوجا من كرة واحدة وعدل النتيجة. معلش معلش، أول هدف تتلقاه الجزائر في هذه البطولة بعدما سجلت 10 أهداف. يتمكن في نهاية المطاف جوناثان كوجا. يوسف بليدي يرفع كورة. أولا لا من يوسف بلايلي. ألم يدخل رياض، رياض الأول، الأول رياض دخل، رياض مازال، رياض والدفاع تطلبها رياض، دخل رياض، رياض ريبا با 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 با. من أين خرجت يا باكايوكو؟ من أجنى جئت يا باكايوكو؟ من أجنى أنقذت فريقك؟ راح المنتخب الإيفواري إكرادل ونجاح خرج هذه الكرة. كرة يوسف، يوسف مع زفان يلعب بينية، وصلت ليوسف، دخل يوسف. لا لا يا يوسف يا بلايلي، بالاستناد مرة ثانية على بغداد. يوسف لبغداد وبغداد ليوسف، ويوسف في السماء. جوج لاعبين صاروا ثلاثة. رياض يرجع للخلف ناحية عدلان، عدلان ولا لا ولا لا يا عدلان ولا لا في خطأ الذي حدث. يخرج رياض محرز في هذه اللحظات وخيار جمال بن ماضي
ويدخل. هل هو أندي دولور؟ نساوش بأنه أن قد يكون هناك وقت إضافي تعبري. أدم الناس هو اللي يدخل. دولور نخلوه للوقت الإضافي. رانكيسي والكرات البعيدة. يا رايس يا رايس يا رايس يا رايس. هائلة الكرة هذه من جمال بن عملي مع الرايس وابن بولحي. الوقت الرسمي سينتهي بعد ثواني فقط. أدم مازال أدم أدم الكوي. يوي لمسة يد. من فضلك يا سيدي المخرج خلينا من بغداد بونجاح. خليه يتألم لوحده. خليه يبكي لوحده. خلينا مركزين على المباراة من فضلك. الجرادل جرادل 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 وإسلام والحكم يقول خطأ للمنتخب. الكرات البعيدة بحثاً عن يوسف بلايلي. سفيان وهيلة من يوسف بلايلي. سفيان سفيان ولالا يوسف بلايلي وسفيان فغولي. كورني كورني مرة ثانية وعدلان قديورة يخرجها. كورنيو يلا يا اسماعيل يا بن ناصر. يلا يا اسماعيل يا بن ناصر. يرفع كرة هيلة ولالا اسلام. هايلة التوزيعة من اسماعيل بن ناصر. صعبة وصعبة 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 وزفان بصعوبة يخرجها. الحكم يقول ضربة مرمى. ضربة بيار. ضرب قبل كورني وجمال. وكورني وجمال. ودخل كورني ودخل كورني. ولالا زفان. ولا لا يا زفان. ولا لا. يوسف يتوغل. يوسف يلعب من هنا. كرة خطيرة. إسلام بابا بابا بابا. يا سلام إسلام يا سلام. هائلة من من. ولا لا. خطأ خطأ وكرة جول. خطأ وكرة جول. خطأ وكرة جول. خطأ وكرة جول. الدقيقة المية وكومارانا للبطاقة الصفراء. أندي ديرور سيتولى التنفيذ. أم يا سلام. حطها يا أندي في الجول. حطها يا أندي في الجول. حطها يا دولور. حطها يا أندي في الجول. حطها في الجول. يا 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 كاد يضعها في الجول أندي دولور. يا سلام يا سلام. قول صلاح المنتخب الجزائري. رامي يستعد. رامي يا يا دخلت. رامي ودخلت. دخلت الكرة الأولى من أمام الحارس سيلفان جبو. كم هو رائع عندما تسجل الأولى يا رامي. مميز ولاعب ما شاء الله. ولاعب ما شاء الله. ولاعب ما شاء الله. ولاعب ما شاء الله. وحطها في الجول. بدون ضربه بعيد. حطها في الجول. فرانكيسي على يسار الحارس رايس وهاب مبولحي. بروعة سجلها. خليني أقول لكم بروعة. إسلام يتقدم. إسلام وحطها في الجول. بروعة حطها في الجول. فروعة إسلام سليمان. يا سلام. خايف كورني هو اللي خايف. كورني هو اللي خايف. كورني حطها في الجول. كورني حطها في الجول. يعني تعادل في كل شيء. حابين تودونا في 60 داهية هكذا. كل شيء تعادل في اللعب وفي في الفرص وفي كتلة قوة. كتلة إرادة. كتلة عزيمة. كتلة إصرار. كتلة جزائرية حارة وقوية جدا. هذا أندي دولور بقوة حطها. شوف زملائهم اللي راهم تعبانين. زملائهم اللي وكأنهم ينتظرون التضييع. بوني ضيعها. بوني ضيعها. قلت لكم زملاء ينتظرون التضييع. بوني 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 ضيع ركلة الجزاء يا جمال. ضيع ركلة الجزاء بوني يا جمال. هادم الناس. هادم الناس. وقال هادم الناس. وقال فرصتان الآن. ينقذها الرئيس أو يسجلها الخامس. سجلناها يا بغداد نتأهل. يوسف بلايلي. يوسف بلايلي. يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي ماذا فعلت يا بلايلي. ماذا فعلت يا يوسف. خايف بقايوكو. خايف بقايوكو. خايف بقايوكو. خايف بقايوكو. وضيع وتأهلنا يا سلام. وضيع وتأهلنا يا سلام. الله أكبر على الجزائر. بجدارة واستحقاق وامتياز. بشكل بطولي يتأهل الخضر. يتأهلوا للمرة السابعة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا. تأهلوا بعد فوزهم الخامس يوم الخميس في الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر. خموس جبرين عليكم. يبدو أن حكاية الجزائريين حكاية متواصلة مع الخامس.